يلا بروح على تختكم. تصبحوا على خير. على خير. الانشيات سبوت שלי يفشوت. אתה חייב לחדש את הכרטיס בשביל להיכנס לישראל. ويل ماما. نايمه. طوش. امين. ده محكوله ضفه وخشم الاول. براكد بين الحواجز عشان الحق على البيتين. بحس حالي عم بخابط لحالي بحالي. وانت؟ والله ابني بالمستشفى. ليه ما قدمت لتصريح طبي؟ والله الاشي صار اليوم وما كان في مجال لا لزفت ولا لتصريح. بس كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع امه بال 48. وليش ما معك تصريح اقامي؟ نقدر نتحرك هسه. شو بصير لو انمسكنا؟ المبلغ كبير لانك مش راح تنمسك وانت معي. صبر صبر بس شوي صغير شكلنا بدنا نمرق الحاجز. من الاخر هذا الجدار لك. والله جدارك شو اللي بعدنا كل مره يا فتى لم كان عندك فرصه انك تطلع هوية اسرائيليه رفضت وتنحي انت الهوية. انا عايش هذا الخرا كل يوم. انا ابني ومرتي واولادي بعيدين عني بس 200 متر ورا هذا الخرا الجدار.